في منزله الصغير. يؤكد جون أن تدفئة بيته بشكل جيد باتت هدفاً أصعب هذا العام مع الارتفاع الحاد في فواتير الطاقة في جميع أنحاء أوروبا. جون هو واحد من ملايين الأوروبيين الذين يشتكون غلاء أسعار الغاز بعدما ارتفع سعره بوتيرة متسارعة، ما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية. الغلاء سبب تداعيات ملموسة ومكلفة للغاية مع تسابق أوروبا وأسيا لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وقطر ودول منتجة أخرى. وفي حين جمدت دول مثل إسبانيا وفرنسا أسعار المستهلكين، فإن دولا أخرى مثل بلجيكا سمحت للشركات المزودة إلى حد ما بتحميل الزبائن الزيادة في الأسعار. محللون أوروبيون يدرسون أسواق الغاز الطبيعي منذ 40 عاما لم يشهدوا فترة بهذا الاضطراب، فبسبب جنون الأسعار اضطرت مصانع إلى التوقف، خصوصا في قطاع الكيماويات الألماني الذي اعتمد على الغاز الروسي منذ الحقبة السوفيتية. لقد كانت فكرة أن أوروبا تستطيع الاستمرار بدون الطاقة الروسية مستحيلة، لكن المستحيل صار ممكنا، ويتوقع بأن تبقى فواتير الطاقة مرتفعة، فيما يشير خبراء إلى أن سقف أسعار الغاز الذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي في ديسمبر لن يكون له إلا تأثير محدود على خفضها. لكن في الشتاء المقبل والشتاء التالي، هل يتعلم الأوروبيون العيش في ظل 18 درجة مئوية؟